ادخل جولة. شو أمورك؟ معك أخوك سعود من السعودية. شرفنا ليلى من السعودية. هلا. ليلى من السعودية. طيب أنا قلت لك أنا سعود من السعودية. أحس بتحسبني مو سعودية. لا لا لا، واضح لك سعودية، بس الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. أنا من الخليج، الخليج العربي كله، كل أي دولة عربية أنا منها. آه، وشيء ثاني، سبحان الله. زي ايوه، أنا موسيقار، كيف يعني موسيقار؟ يعني أنا اللي تعرفين الأغنية اللي يقول تنانانانا 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 تنانانانا، اللحن مو غريب علي، بس ممكن اعرفها. ايه هذه أنا سويتها. ايش اسم الاغنية؟ اسمها تنانانانا. والموسيقى اللي في أغنية ما أنت فاهم يغلى من مر بعيون أنا سويتها. اللي في ايه؟ ما أنت فاهم حقت عباس إبراهيم، ما اعرفها. اللي يقول ما أنت فاهم يغلى من الا الا ما انت فاهم يغلى من مر بعيون. أنا سويتها الموسيقى. ما شاء الله عليك. الله يسلمك. وعندك عرفت تنانانانا حق انت ملك من قبل لا تصبح ملك. أنا سويتها. عرفتها. والشيء الثاني ملحن عربي. واو، لحن لي يلا تبين من غني. ألحن؟ أعطيني ايه، كلمة، أعطيني كلمتين. أعطيك كلمتين. والله الكلمتين بس. كيفك؟ بيت شعر، كلمتين، عشان ألحن لا لك ما كلمة. أعرف، ما أعرف شعر. الحين مثل كلمتك هذه، ما أعرف الشعر، أنا ألحن لك. يلا يلا نحن. ما أعرف شعر، ما أعرف شعر، ما أعرف شعر. اللحن الطبق هذا قالوا لك إن صوتك يشبه صوت رابح صقر. قالوا لي كثير، سبحان الله، يبغوني نسخة. براح صقر، مجد المهندس، كاظم الساهر، محمد عبده، كلهم سبحان ترى الله، سبحان الله. كثير. ترى انا يسموني مجتمع فن، لان جميع اصوات الفنانين انا اسويها. طيب يلا نبي أغنية بصوت ماجد المهندس. اسهل حاجة يلا. مال النجوم وطال دام السما يولك بسمتك الأغاني حرام، وقرونك. الأغاني حرام يا سعود. صح، عشان كذا ترى انا قليل انا كذا. انت ايش؟ نبي دقيقة، في أغنية رابحة أحس تناسب طبق صوتك. أحس طبعا انا اي شيء يناسب طبق صوتي. تبني اغنيه الكيماني ايش؟ الرصاص. لا طب كتبتك بالرصاص، تعرفها؟ بس اعرف الكلمتين هذه اللي كتبت بالرصاص. طيب يلا جرب غنيها. لكتبتك بالرصاص، لكتبتك بالرصاص، إحساس. كتبتك خلاص بالرصاص. خلاص خلاص، اللي ما يخلص قصرت، بالله. سألتك بالله ايش رايك في قصرت. الصوت؟ سألتك ها؟ بالله ايش رايك في الصوت؟ ما شاء الله علي. ما أقدر أقيم، أنا ما أقدر. لا ترى والله انا ترى اي ادخل مع شخص خليه يقيمني من 10، لأني أنا تهمني يعني الصدق ولا الكذب؟ والله بصدق قسم بيت الله، لأني أنا يعني أهتم لآراء الفانزات اللي والله يكتبون. صدق صدق، يعني أحس يبغالك تدريب صوتك. ما أعطي تقول كم من 10؟ اسمع شو تقول بالله. شوفوا كم. 3 من 10. ليش؟ لا يعني يبغى، شوف أنت عندك الإحساس بس ما عندك الطبقة الصح، يبغالك تتدرب، بس تدرب وكذا. انا اقول لك كاظم يدق علي ويقول لي شو اخبارك، والفنانين كلهم يتواصلون معي يعني على اساس. أيوة أيوة صح، وانت يعني تقين 3. هذا جبر الخواطر. وش يسوي في النص؟ معلش طحنت خاطرك. يأذن يأذن. صلاة عندكم؟ إيه، صلاة صلاة لا ثنتين. صلاة ايش؟ صلاة، لا تخني. ما انت فاهم يغلى من مر بعيون، عاشقك سلم امرأة للغرام، عشت فيك العمر يا القلب الحنون،
من عرفتك وانا عايش فيها، انسى العالم ولهم يزعلون، ما عطيت اليوم غيرك اهتمام، عجزت عيوني على غيرك تمون، من عرفتك وانا عايش فيها، جاني كلام اني معك كنت كذاب، واني محملك الشقا والاسيا، واني ابيع الود وابيع الاحباب، وش باقي ما قلت حبيبي عليا، الله الله ظالم وخاف عليك من يوم وحساب، يا اخي حرام اللي تسوي فيها، وارفع يديني طالب رب الارباب، وتذكر العشرة ونزل لي دايا، ظالم وخاف عليك من يوم الحساب، يا أخي حرام اللي تسوي فيا، ارفع يديني طالب رب الأرباب، وتذكر العشرة ونزل لي داي. ما شاء الله، وربي صدمتني، مش هذا، ما شاء الله، صدق مستحيل، ما شاء الله 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 ما شاء الله، بالله حلو، والله حلو. دحين اسحب تقييمي يا ابوي، مين اللي اقيمك فوق تقيمين التقييم. تقيميني ثلاثة؟ أبو ليش الزميلي أنا عرفني؟ أغاني أبو الزميلي تقولي ثلاثة؟ انت تغني لي أول، إيش هذا؟ مقلب؟ مقلبني مرة ثانية. الله يسامحك يا ليلى، والله أعطيك فوق التقييم، شكرا غيرت شكرا التقييم. لدعمه، وبيض الله وجيكم أخونا جميع الداعمين، بيض الله وجيكم، بيض الله وجيكم، بيض. يعني هل الآن كم يستحق الصوت ما شاء الله؟ لا فوق التقييم ما أقدر أقيم. ما شاء الله صدق، تبارك الله، ما شاء الله، بس والله. ترى تدين انا هذا مش مو لوني اللي انا اغني، انا افضل اغني عراقي، عشان كذا يمكن ما ايوه اعتقد. قاعدين يقولوا لي في العراق صوته مرة حلو، انت يقولوا شنو افضل اغنية عراقية عندك او تسمعين؟ افضل اغنية عراقية. والله في كثير، يعني مثل دمار، ارجع شوية، أريد أشتكي لك على الحصة البية، عايش بدونك حالة نوعية، الدنيا حلوة وأدري بيها أني، لو راحت خربت الدنيا، دمار دنيا من دونك حبيبي، دمار حرام كوني كله بلا ضحكتك، حرام ليش مو أنا الوفي. لون صوصت ما شاء الله، والله الله، صوتك مرة حلو يا سعود، والله. ليش ما رحت سعودي آيدل؟ رحت لهم قالوا تخرب البرنامج، نعم خير، ليه؟ يعني اخرب البرنامج، يعني بكون افضل صوت، فهمتي؟ يعني آه صح، كل الناس بتقول هذا المركز الاول، عشان كذا ما رفضوني. والله المفروض المركز الأول في سعودي آيدل المفروض اعوفك من من زمان. زمان، كون من ذاك الوقت من علي يا تغيرت، وليش منك ما تبيت، بس يلا من فات الأوان، تعبي هان
كل شي بان، الوعدني بعد خان، الوعدني بعد خان، انطيتك فرصة تتغير مثل ما انت ظليت. خلاص حلو، نص نص طال عمري. والله صح والله لسانك يا سعود. يا ليلى، ضفتش عندي وصرنا اوكي اصدقاء وانا الان، ضفتك. وبضيفك في سناب، سناب في البايو، وانت بتضيفي هنا عشان نتراسل اوكي نسوي ستريك. يلا، تبي شيء لاختي ليلى الغالية؟ سلامتك. الله يحفظك يا رب.